الصيد بشروط: أولا أهلية المذكي بأن يكون فيه الشروط السابقة التي مرت معنا في التذكية. ثانيا الآلة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المعراض قال: ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وطيب، لأنه قتل بثقله لم يقتل بحده. فالحصى مثل ما استخدم سابقا النباطة بالحصى فإنها لا تجوز لأنها تقتل بثقلها، لكن الرصاص ليس يقتل بثقله لأن له قوة حادة تصل إلى جسم المصيد. ثالثا أن يرسل الآلة قاصدا الصيد، فإن أرسلها هكذا ثم صدت صيدا فإنه حرام. لكن لو أنه قصد الصيد مثل ما سبق معنا في التذكية لابد أن يقصد التذكية، ولو حرك يده بسكين أو سيف ثم ذكى فإنها ليست بتذكية شرعية. كذلك هنا لابد أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، فلو أرسلها قاصدا للصيد يريد طيرا ثم هذا السهم صاد صيدا آخر حل ذلك الصيد. فالمقصود أن يرسل الآلة ويريد بذلك الصيد بقطع النظر عن المصيد. رابعا والتسمية على الآلة أو على الحيوان شرط من شروط صحة الصيد. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وليس المقصود في الصيد التسمية على المصيد، بينما في التذكية المقصود في التسمية على الحيوان المذكى لا على الآلة. فالتسمية في الصيد على الآلة، التسمية في التذكية على الحيوان المذكى. ولذلك لو أنه أضجع شاة فقال بسم الله وأخذ سكيا أخرى فذبح بها ولم يكن هناك طويل فصل فإن التذكية صحيحة لأنه سمى على هذه الذبيحة بعينها. لكن لو أنه أضجع ذبيحة ثم قال بسم الله وأراد أن يذبح أخرى مكتفيا بالتسمية الأولى لم يصح، أو أنه أتى إلى قطيع من البهائم وقال بسم الله ثم أخذ واحدة فإنها لا تصح، لابد أن يسمي على كل ذبيحة بعينها.